أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء أينما كنتم، أسعد الله مساءكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فتحية الإسلام السلام فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يجمعنا اللقاء بكم في يومنا الثاني في الفترة المسائية مع هذه الانطلاقات المستمرة، هذه الانطلاقات المتتالية التي تجدد روح القوة والنشاط لدى الأخوة. ملاك هذه الشعارات، ملاك هذه الهجن، شوطنا الثاني عشر يتحرك بفئة الأبكار اللقاية مع الخمسة كيلو مترات التي سنتابعها ونراقبها في هذا المسار. شكرا لإخواني المعلقين الذين سبقوني بالتعليق، محدثكم سالم بالركاض العليلي يتواصل معلقا على أحداث الشوط الثاني عشر. مقدمة الشوط مباشرة نرحل نتابع المقدمة والافتتاحية مع فتنة وفيصل بن سلطان بن راشد بن سالم الطنيجي، من يقدم فتنة بأول المراكز التي تليها بالمركز الثاني. المركز الثاني مياس مصبح بن محمد بن حارب بن عجيد الاجتبي. أما المركز الثالث، المركز الثالث عندنا حربة قادمة بشعار عبد الله بن علي الضحاك الشامسي ثالثا. والمركز الرابع، المركز الرابع العزره ابراهيم بن سالم العويني العليلي. نقوه فريده في الاصايل الها على الشاشه، جماهير تيفل من حمام الرسايل والطير كيف يفله طير. هذه الابيات قيلت في العزره. نعم نتابع مشاهدينا الاعزاء المركز الرابع، المركز الرابع الهجوم القادم من رابع المراكز شواهير وهزاع بن رايد بن محمد بن سعيد الوهيبي يقدم لنا. أما المركز الرابع تصحيح، نشوف اللي على المركز الرابع ديمة راشد بن حميد بن سعيد بن حميد العليلي. والنقلة التالية إلى المركز الخامس، المركز الخامس الذهيبة الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري أيضا قادم بالمركز الخامس. والمركز السادس، المركز السادس عندنا الطيارية ويعروف بن علي بن شنة الاشتبي. هذه الستة المراكز الأولى المصرح لنا بإذاعة وفي أسماء قوية ما وصلت. نعم إلى عالم الإذاعة في شعارات صالت وجالت في ميادين الدولة وخارج ميادين الدولة، تنتظر الكيلو المتر الأخير لتعلن وجودها، ولكن نحن لا نعلن وجودنا مع مقدمة الشوط. ما شاء الله فتنة ما زالت محافظة على المركز الأول بشعار فيصل بن سلطان بن راهب بن سالم الطنيجي الذي يقدم لنا فتنة بالمركز الأول. أما المركز الثاني حربة عبد الله بن علي الضحاك الشامسي أيضا حاضر مع المركز الثاني. والمركز الثالث أرى هناك الذهيبة الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، عاشق منصات التتويج وعاشق المراكز الأولى. المركز الرابع عندنا راهية عبد الله بن سالم بن ثعلوب الاجتبي يتقدم مع راهية بالمركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس أرى في خامس المراكز العزرة ابراهيم بن سالم العويني العليلي. يلا يا العويني، يلا يا العويني، حمر حمر عين او شوارب وروح مع الناموس. اشوف المركز السادس، المركز السادس القادمه اللي هي اسرار ناصر بن سعيد بن محسن الفلاسي. بدا يهجم هجمه قويه، هجمه لا تنصد ولا تنرد الى المركز الرابع. هذه المراكز القادمه مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ونكمل إذاعتنا والقدوم من العين. عبيد بن سعيد بن محمد المهيري يقدم لنا العين بالمركز الخامس. والمركز السادس إبراهيم بن سالم العويني العليلي. هذه المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وهكذا انتهينا من إذاعتنا ونيدانا الثاني. نعود 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 إلى الدكتور. يا سلام يا سلام، الدكتور راهد بالزفنة العفاري يقدم لنا الذهيبة، الذهيبة ذهبت إلى هذا الناموس.
الذهيبة راحت مع المركز الأول والمركز الثاني، المركز الثاني حربة عبد الله بن علي ضحاك الشامسي، والمركز الثالث التقدم من قبل أسرار ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. أشوف أسرار تحت رأسه شيء، أسرار تحت رأسه، أسرار تتقدم من الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني، عينها على المركز الأول المركز الرابع ما بننساها العين، ويا عيني على العين القادمة بشعار عبيد بن سعيد بن محمد المهيري. والمركز الخامس أقول هناك تتقدم الأهراية عبد الله بن سالم بن ذعلوب الاشتبي، والمركز السادس المركز السادس تتواجد فيه من حافظ زاهر بن حمود بن ياسر الجحافي. هذه الأسماء الحاضرة، هذه الأسماء الحاضرة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ولنعود مرة ثانية إلى المجموعة الأولى إلى الدرجة الأولى بقيادة الذهيبة الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري. دور اللي ركضها كل طفير، ما تبى منك صياح وشوشرة من سماع الصوت والزقرة تذير، ومن تسجل تيم ترجع تكسره، نعم ذيك سير بها عوين إنك تصير كل رمز وشوط حامي تقدره وهي محافظة على المركز الأول، ولكن الخوف يا الدكتور، الخوف من المركز الثاني أسرار ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. يوبو بو 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 الهجوم القادم، الهجوم القادم من قبل الشاهدية عيسى بن سهيل بن مهنا النوبي المحرمي، النوبي المحرمي، والكورة عبد الله بن عتيج بن شامس بن معتوق العامري، والجنة هناك أيضا خلابة وياسر بن سالم بن محسن الدويكي. يا هي أسماء حاضرة، انتباه من محمد بن مبارك برميله العامري، هذه الأسماء المتواجدة. ولكن التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط من حاف زاهر بن حمود بن ياسر الجحافي، روح بالناموس، اللحوق من الكورة عبد الله بن عتيج بن شامس بن معتوق العامري، وهناك أيضا مارليند علي بن سالم بن عيسى المنصوري. ولكن أشوف التقدم من قبل الرباط سعيد بن حمد بن حميد الدرعي بالمركز الرابع وستة وخمسين قادمة، نعم سعيد بن سالم بن عيسى المنصوري. ولكن المعركة حامية الوطيس هناك من حاف زاهر بن حمود بن ياسر اليحافي، والكورة عبد الله بن عتيج بن شامس العامري، وعندنا أيضا مارلياند وعلي بن سالم بن عيسى المنصوري. يتجاوز في اللحظات الأخيرة، تجاوزت تنسب تكره اللمة ومرشح الشوط ما يثني عزايمها ما غير شوط التحدي المنصوري اللي يهمه. سلام يا الوثبة سلام، أقول واختمها سلام العلي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري اللي وصلت بالمركز الأول. المركز الثاني الكورة لعبد الله، المركز الثاني عبد الله بن عتيج بن شامس العامري. طيب نشوف المركز الثالث. طيب نعود إلى المركز الثالث. المركز الثالث عندنا الشرطة وغانم بن محمد بن فارع بن حمود الظاهري. أما المركز الرابع، المركز الرابع وصلت من حاف زاهر بن حمود بن ياسر اليحافي. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت الضبي مظفر بن محمد الصنباري العامري. تهانينا والناموس، تصحيح على نتيجة المركز الأول اللي فازت بالمركز الأول خلابة الياسر بن سالم بن محمد بن علي الدويكي. الياسر بن سالم بن محمد الدويكي، نعم هذه اللي فازت بالمركز الأول. التوقيت الزمني 7:44 95 جزء من الثانية. تهانينا والناموس اللي وصلت بالمركز الثاني. المركز الثاني فهناك الكورة عبد الله بن عتيج بن شامس العامري بن معتوق العامري. أما اللي وصلت التوقيت الزمني 7:45 جزء من الثانية. تهانينا والناموس اللي وصلت بالمركز الثالث. اللي وصلت بالمركز الثالث فهناك الشرطة وغانم بن محمد بن فارع بن حمودة الظاهري. 7:46 97 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك خلابة ياسر بن سالم بن محمد بن علي الدويكي على فوز
خلابة بالمركز الأول. وسلام سلام عليكم يا أهل السلطنة، وأسعد الله مساكم بكل خير وبكل ناموس.